ورحمة الله وبركاته. أنت أركي ساي إلغي ساني ساي وحان ماتي أو أي ولي تاريخ دو أي تاي سلماني تي ويان أن وضع برنامج كان لكن أن غو غوز كده يوسي أن تدك وسه لو أن لغي سشدي سا يداو سيدي سا أو إسان وعاي جسي برنامج كان أو أدود دحتالي لي تدك أقون يحنا دلو يقانو يو تدك علم الدين كلو يقانو oo markaas anaguna aan si dhaxtaal ah isugu soo dhaxtoorayo si aan maadaama labadoodaba aan wax la bartay waxna la cabay aan jeclahay in aan dhexdhexaadiyo oo isu keeno si aan iyagana u kala badbaadiyo ummaduna ay markaa u badbaado taa iyada ah ayaan markaa waxaan ku sii jiraa qaybtii saddexaad ee qayb hoosaadkeeda taa waan ku sii jiraa oo ah ilaha shariica islaamiga laga helayo xagga laga qaadanaya waa halkee ما قرآنك أو كليبا ما قرآنك يسونا ذا ما قرآنك يسونا ذا يجي إجماع ما قرآنك يسونا ذا يقياس كا ما قرآنك يسونا ذا يجتماع يجتهاد يجي قياس يجي با ما سوى الوسي ترى المصالح المرسلة يجي ما سوى الوسي ترى عرف يجي وحي على كلا تنا الوسي ترى تاسو دن مسا ما هنا كتاب كإلهي كلي يا قرآنك لا يقادنا يا كوان كلاتو أو السنة يقياسك يجمع يجتهاد كنا ما وح أي نقنا يعني قلب كي لغو باري آية دا فهم كيدا لغو أغاني تا إيضا أيا مرك النبي محمد نبي قلي ين حريس كوركي ساها تا أو كتشواب يا عرفتاس أيا حديث كي سسوق بسنة يا وحا أو كتشواب النبي قلي نبي قلي ين حريس كوركي ساها تا إن كدي مركي أي سؤال بدم ويتيان أو حتى ويتين يا سؤال برعات كده سبب كده محلال بقى مسوى حرام أي رمى هاس قارين أي ما بقى إنه بكل يوم حرس كركي ساعة تيا يدور دور كان من القرآن كله وش شيء إن من القوة ده شيء إن آن سؤالها بدن أكادينا وأن كير يسمى سؤال سويتين تبدأ من كعب سما بقى النبي عليه الصلاة والسلام وجوابي الحلال ما حرم الله ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه فاقبلوا من الله العافية فإن الله لا ينسى وقرأ قوله تعالى إلهي مركز سبحانه وتعالى يد حديثك عن مركز رأيدين فسر حديثك وجهي معنيه سو إلهي النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه حلاشه ومده وإلهي كحلاليه كتابك سقران حرامتنا ومتى إلهي كحرام تميجي كتاب القرآن كتاب ساسو وحي كحرام تميجي وما سكت عنه وحي وإسكاء مسيح إلهي وسن كل شيء كتاب كان معنى أو كفا فاين حلال حرام منه كل شيء لنا فهو مما عفى عنه وحي كم ديهين وحي الله وإسكاء في إلهي ومركع وحرية كسيجي إن آد سيدي كوفضو داتا يكو دمع يدن تكودا آد مركع وفرشتو أي مركا هذا أقبل أيولا يعني نبي كنا نبي كلي الحرس كركي ساعة أقبل وحول إلى هاي إنه عفية حديث كلا تنا وحول إلى فقبله هدية الله هدية وإلى ينسيه إسك أقبل مركا يحديث كيسق النبي عليه الصلاة والسلام هذا كسيه وتوحى وجري فإن الله لا ينسى وإلى هاي ما إلاه ما هي المؤمن وحول إذا كذا أمسي وحول يوم إذن داجي إنك إنا حريت لنا استعماشا لكن ما إنه هي المعصنة. وركسوه وحو أخري آيات القرآن كسورة الكهف كجرتها. أولي يا الله ودريه وما كان ربك نسيا. رب جابنا معهن مد وحي المامن المامة مد لوسن معهن وحقو وإحنا ميلوه. لكن وحقو كامسي كسعد بوجا أمسي. أه إنه أديك كودا يمر بحالات كجرتها تروف تات كجرتها إن أذكره مع مشان. وحان مرك أدو تشعلان لها إنا إذن لو داكو دور آية دود أو كتر تسورة المائدة وحان ربي لها إنا إلا أخرسان آية دهكا أو كتر سورة المائدة أو كبلا بنايا آية دا بقول يشن يتوان بقى كويا لبقى بقول يشن يتوان إيا بقول يلح يتوان كتاب كوا مدك عنو أنا استيك بدن كنا يوب دين جيهين آية دا أو كبلا بنايا آية دا صدن يلبان إلا إيو آية دا كونتنات ولماذا بك او اس ايجيا ايو الهي وحا او كليا وحا او نوفهم سينيا ماشا كتابك قرآن ماشا لغي قادنا يو شرقك اسلامك واهلك هلكن ايو مركا اله وحا او نوفهم سينيا ان او ولي ذيبا
sida horay soo sheegay hal diin ayaa waligeed jirtay oo ahaa diinta islaamka ayada ayaa marka sharciyadeeda marna nabiga jimaadaaba oo sharciyay si khafiifnay oo ku habeeyay nidaamka iyo munaasabada iyo xaaladda marka taagan xaaladii oo dhan ayaa markay isku soo ururmeen oo maadaama aakhir samanka soo dhowyahay ayaa nabiga maxamed nabad kaliya maxabis korkiisa hadda oo ilaahay ugu ku soo koobay oo ku gabagabeeyay marka aayadahan iyaga ah waxay ina tusinayaan in weligeedba sharciga islaamka laga qaadan jiray kitaabka oo ilaahay soo dejiyay ee aynan jiri jirin kutub kaleeto oo iyagana noqda ilo kale oo sharciga laga qaato haddii kutub kale ay noqoto taasi waxay noqonaysaa dastuuradeena caadiga ah oo kaleeto oo markaa xor aanu nahay wixii aanu ka fakarnay aan isla garanay aan ku wada heshiinay inaanu sharci ka wada dhiganno laakiin kutubta kaleeto ayaa markaa loo sii aanaynayaa in ay yihiin waxyaalo aan la hubinin meesha sida ay ugu sugan yihiin kitaabka ku waafaqayaan oysan caddayn oo ka ahna badankooda wax uu hal nin oo sheekh loo yaqaanay markaa iyada ah uu yiri ama uu ku taliyey taas annaga oo eegayna sida uu ilaah kutubta oo dhan ugu sheegayay in ay shariicda islaamiya ay xambaarsanaayeen kana uu ka mid yahay ayaan halkan ka arkaynaa halkan marka waxaa ku jira dhammaan aayadaha ay dadka shariicada u ololeeya iyaga oo laga yaabo badankooda inaysan shariicadaba fahminin ama ficilka ugu horreeya ku dhaqaaqayaanbuu ka soo horjeeda shariicada ay aayadaha ay isticmaalaan oo dhan ayaa halkan marka intaa yar ku yaalla waxaan rajaynayaa marka inaad ila akhrisaan waa boga 115 iyo 116 labadaa boga iska soo horjeeda istaawanaya allah awoodda lii waxa uu ku leeyahay samaacuuna lilkadibi akaaluuna lisoxdi waxa weeyaan kuwaas xumi kuwa maqli og beenta oo akaaluuna lisoxdi aadna u cuni og maalka xaaraanta ah maalka dadweynahana aada u cunaa beentana dadka u sheega oo beentana weliba isku sii faafiya oo dhegaystaa fa in jaa-uuka faxkum baynahum aw acrid canhum haddii ay nebi maxamedow ku yimaadaan haddaad marka si aad u xukmiso dhexdooda cadaalad u xukmi aw acrid canhum ama iskala sii jeeso iskaba dhaaf haddaad aragto meesha in fitno ka weyne ay ka dhalanayso ka joogso wa in tucrid canhum falan yaduruuka shay-an haddaad iskaga sii jeesatana waxba kugu dhibi maayaan وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط حديبة أي نخطة مركة إن الحكم سنة كو حكم عدالة يبح لحد نمو إن الله يحب المقصدين إلى وحو آبج علياي كو بح لحد عدالة أو عدالة كو قامية ومدى عدالة كو هرسيب كو نقضة أو وذا دبا عدالة سمعية إيو حكا إيو حقامية عدالة سمعية وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله oo sideebay adiga nebi maxamed cali salaatu wasalaam kuwa kristaanka ama yuhuudda ay kugu soo xukuntamayaan xukun kaaga soo doonayaan iyada oo dhexdooda taallo towraad oo uu fiiha xukmullaahi uu dhexdooda ku yaallo xukunka ilaahay marka xukunka ilaahay oo ku yaalla towraad buu ku yaallaa ee kuma olin kitaabo kale oo towraad garab socda sida maantay waxaa jira towraad dhowr kitaab oo kale oo laga garab abuuray oo ugu weyn yahay kitaabka la dhaho talmuudka oo ah sida macnaha sunnahooda ah sidaasay ku samaysteen marka inta aynan kitaabadan samaynin ayay ahayd marka uu ilaahay saa ugu sheegayo haddaba halkaas waxaa laga qaadanayaa markasta xukunka ilaahay inuu kitaabka ilaahay uu ku jiray ثم يتولون من بعد ذلك ده بدنا مركا حكمت او اسكريس كاج سنيا وما اولئك بالمؤمنين كواس مؤمنين بما ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور الى وحا وليه وحا ان سو دجن كتاب التوراة او دحيس وحا كجري هنون يجو نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا نبياكنا وحا اي كحكم جيرين دحديدا كو اسديبي الى يسديبي المسلمين تا اي حق كتابك سي كحكم جيرين للذين هادوا والربانيون والأحبار كواسو مركا اي كسي كسي جران ان كو حنون سمي يهود نقضي والربانيين كو ربانيين تا اد الهي رب قود اسكو حري والأحبار يكو سوفي اشعى انتا صدن بما استحفظوا من كتاب الله وهي اي كحف ديان كتابك الهي وكانوا عليه شهداء وحين عيان كتابك كركسة هو كمر خاتك عي او كتابك قري ايه نقضيه فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا إلا وحو ليه هدبا هكبقنا ذاتك يعني إذا بقى هنكو كذننا آياتها إلهي
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حتى وهكذا آيات أمر رب مقشان لو أديك سنة يوم آيات مركا قرآن كمرك لفسر يوم وحمر رب لو فسرع سبع يلحا وحي آياتي كوريجي يا آيات كدن بيجي أيا لفير يا مركاسا سياقي سنة لأيقا سيدا أولا واقبي وصعنا يوم سيدا درتين آيات أمر هكذا لقى قفتو وحكونك سيدا انكررت لقى سوى بلعبو وسيدا أي شكد كسعتي لأقاد مركاز إلى مركا وحو ليه هاي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كي يكوي أن اسكو حكم كتابك إلهي كواسي وين بينيه كافرون هكذا كفرقان علماء الإسلام كواي فسرين وحانا أقول رياء فسري عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ترجمان كي قرآن كي مركز أقول رياء أقول فسرات بنا أقول فسرات هو القرآن كاس أي وحا أقول فسري كفر هذا ودايدون كفر كفرigani أو إلهي أكن كشاعي ما أهان كفرجي رسم دعاية قال نماذا ما أهان وكفر كسكايا يعني ووحير ما أهان قال نماذا من قال يقف كعال كتاب كإلهي سكوح من قال من قال يا علماء مركي سيف فسران سيدات كعب كيسان تفسير تأذن كل نقا كتفسير ضبري تفسير ابن كثير كل واحد مركي هذا كتاب وحر كيسا هنا سيدا أشيء يا أولئك قف كل أرب كرو كافر بكوجاي عيدان سيدا أنا كافر كنا قانا يا أري عسي وقفك سوء استاجة وممنوع إن شرع الإسلام اللي يسكو حكمة أصلا بلمس هذا القاعدة كرو أو قانكاس ألقى كذا قالما لكن قفك جرى هذا ورهك هذا مثل حد يعني يدب كان ما ننكرين مستويه عن سكو حكمة من شرع الإسلامية قبل عن بناء دولتنا بسمه أقانتنا بسمه نلشنا بسمه تقبسي شرع الإسلام إنه هو حكم أن هلا يوم راح أقبسي إن شرع الإسلام هو حسق حكم طاع لكن مال أي فوضى كتير طاع هاو تلهمك لود جاي أو لا يبغى لود نول جاي وعدالة كتير ليس ما تمشى سواء مركها بناء دين مثل لوس استعج يا تذكر كوساعها مرك واحد مجليان كفر اسمه القنيان مرك أنت مرك أن آيات هلك كسر قاتل وحن وبوذي آيات كلاطة لكن وحن مرك القصص القناة آيات معه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وحن مرك هرتها كنا مرك سيجار يا آيات كوسة حكت مرك عن تنك بوذو لكن وجد عم بنقصص القناة وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة دبنا نوحن رأسيني مرك عن التوراة بوليه التوراة عن سودي كنا إله ليا وحن كتب سير رأسيني عيسى أيام كسر طبعاً لقيني أو كيسا كان كتاب كلا تمر كلو سودي بي رأيك سير سير رأسيني عيسى إنا مريم ما يسوع أرمني وكوري كتاب كوري التوراة ها وحكو قرنا التوراة أرمني وأتينا الإنجيل وحن سيني كتاب الإنجيل الله معنى هذا لويق عن غوسبل كا وكيك هرنا لويق عن كتاب لويق عن بيبل كا قيبتي سير الله أهديكي هراء إذا قيبت تنبه أهديكي تنبه سيدا حدا تعالى لكن مركا روحي التوراد ينجيل مركا إلا وحو ليهي دبدا نوحا نقصصي أنه إنه مريم حسيني كتاب كإنجيل كا ودخد سوى كتورة هنون إيا نور كاسو مصدقا لما بين يديه من التوراد وهدى وموعدة للمتقين إساق أورمينة يا وحي كوي كوري وحي كقرنا كتاب كي توراد أحا أو هنون أها يوانا يوعد أها يذكى وحون أويا يوانا يوعد من كتاب الإنجيلكو سو كوي رن كمان يا سو كوي أويا يوان وعي كلين يوانا يعقل علين أويا كوا على كبقيا أجر سريا كسو إلى يوحو إلى مكاتب وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه غير إنجيل وكريستاني هيسكو حكمين كتاب كودا إنجيلكا وحا وإلهي كسو دجي دحيس halka marka waxaan ka garanaynaa in hukumka shariicadii hore waxay ku taalay kitaabka Tawraat shariicada dambana waxay ku xigtayna waxay ku taalay kitaabka Injiil laakiin kutub kale oo garab socota kuma oolin halka ayuu Ilaahay nagu adkaynayaa taas markaas uu Ilaahay adan wuxuu sii leeyahay aayada saddexaad waxa inta ay la warwareegan macnaha dadka laga yaabo ayagoo intaas oo fidna ku dhex jira oo dhibaatooyin ku dhex jira ay hadan inta tarwiijin waxa dadku buunbuunayaan oo ku waabinayaan aayadaha kan aayadaha isku jiyaan waa sidan waman lam yahkum bima ansara allah fa ulaika hum al fasiquna
كي يكوي أنا سكوحك من كتابك إلهي كوا سوا كوا حد كتبي أو فاسقين عنه مركا إن إلهي مركا وحوسيلة وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب وأنزلنا وحن كوسد تجنا عذق إليك الكتاب عذق حكا وحن كوسد تجنا النبي محمد هو نود قل يوم حرس كركا جاءت كتاب كان بان كوسد تجنا كتاب كان ويا قرآن كان كوسد تجنا بالحق سوى حق كل سنة مصدقا سوى الرومان يا لما بين يديه وحكوي كوري كتب كتب تاع من الكتاب وكتب تاع سوى الرومان يا ومهيمنا عليه سوى أمر كاسنا كتب تاع إلى علينا يا أو حق دورة يا أو معناها كوسو تجني أو شاهدنا كا أو سواء قرة يا أو حق دورة كتب تاس بان كوسو تجني ولا إله يا فحكم بما فحكم بينهم بما أنزل الله حتى يجي نحذو تذكر نحذو ذا واحد كحوك مساع وح إلهي كوسو تجني أو كتاب كان كوسو تجني لكن إلهي سو تجني كتب كلام مجرين كان يكلم مركا هل كان أي كقرنجين أنت وإلهي سودتي ولا تتبع أهواءهم حتى نهوذ ذنا هراء راعي أو أيجا واحد قرآن أمر كذا سكر راعي عما جاءك من الحق أو وقت جاي مركز وحي حقا إكوجي من اللي بسودتي مركز أيوة إلهي واحد وسيلة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا متكستوا إذنك كم ذا وحن أدتشني شرعي يمنهاج طريقة أيام أدتشني أي قصة قدام ثلاث أي إلهي مركنا وشري مسترك شريعة الإسلامية إنه يهي كتابك لكن وحن درامي إن علماء إسكو قلدان قابك لو أدك سنة يوأها إسكو قياسة آياته إيو إسكو لبدي إنه تفهمتين ويجتهادك إيو سيدي مركز لوبطي لو فهمك دك وضبطي إن أي نقضان تاس إن لو قاتي إنه إيو يهين لا يمن كلا ويمن شاقي أبو ريالة أو شرق حر لله إيمانيا أرنت أس ويا أرنت أنا هستها طبعا أنا صار نقولنا إيه مرة تو أيام مركز قيت على بعض أن إذا شيء يبغى واحد إذا تعبتي إن شرع هذا أن مانتي دوينا هذي تاي يو شغيال كذي تاي يو كل شرع هذا أن رادين إنه قف كستمان تدلو فيديو وحولة يعني وقعن كون يو دقح كدليل يعرف ما سويه أرنت أيه ذا أمريكا تاس بانو سو نقرينا هدي شريعة الإسلامية أي تهي مركا أرنتا إن أي تهي إجي إن أي تهي واح كبالاران إي كوين بان تا أغانينا تاس أيضا أو قيب تاس بانو سو نقرينا وحي كتاي لكن واحي أبادان تاي وقف كستو حمسكا إسكو سو دعايا إن لابا أمكمد شانتا ليري إن واح الحدود أيضا حدودون كبادين جيين شان مركا شانتا لابا دا كمد أو حد الزنا أي حد السرقة ولا وضع أم كلي حق الله سعره أي مركا حدك وهو رجع كوين حدك وهو حدك وهو رجع وحويان حدك قصاصك قفك قفت اللي إنه يدله حدك كحجة أو معنى حدك قدم ببدنورته أو عقابك كله وحد الحرابة وعرتشي فيهم وشكل موريان كشر إن إسبار الله بكتاب إسبار اللي كشر أي واحد تاعي حد كحدود إلهي وقدم بعقابك كله ونحن وياه وإسبار الله بكتاب حك كحجة وقفك قفت لويا مركا كان إسبارتها إيس الدمبيجو كان حكا ما دام أيضاً حتى كرتها جناهي حكا وقفت لده سدوا إلهي كجر عن أجمع إله وح وكجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون إله يا مركا وحولي وحان كقرني أو كفر ديالني إيجا الدوشو ذا تذكر الدوشو ذا دانها المسلمين تاعة إن كتاب كان دحي سنو كتالة كتاب كان فرض كقرنا أن النفس بالنفس إن النفط أي ما في أقوى النفطي النفطي شيء إن النفط وينا أقوى إيسو ونف ينف ينف با سوقا والعين بالعين إلنا إلبا وبحضا والأنف بالأنف السمن السن با وبحا والأذن بالأذن دقنا دق با وبحضا والسن بالسن إلقنا إلق با وبحا
والجروح قصاص داو قيادة مال لا استلعي يوحانا قصاص وحيا من اسكو ميسامة ليك انتو يعي لفيريا الميسامة ويان فمن تصدق به فهو كفارة له لكن كي اسكا عالفيا اسكا صدق استا ليك يسا اساقا نوحا يوتاي دنب داف بيوتاي مركا الى وحا او هرطي نقوكو بابنا يا حتى يوضو قفنا الكدلي انا نسكا عفنا او دنب داف كرهاتسا نقف كانا لدلين دنب داف النقطة كوانا دنب داف النقطة isagana ka hadhowta dambigiisa ajirkiisa wax ka baa ee marka ki dhaawac ku geystay in la is cafiyo baba marka horta ilaahay si dardaarmaya laakiin maxay muxuu yahay hukanka meesha ku jira oo aayada ku saxdana ay tahay aayada had iyo jeer qof aan quraan aqoonin xataa uu la soo taagan yahay ee ah waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum adh-dhalimun ki iyo kuwi aan isku xukumin kitaabkan ilaahay iyo kuwaasi waa daalimeen waa dulmi low shaaru ah marka intaas aan dhaxno haddaba maanta shariica islaamiga aan meeshaas keliya sii taabtay shariica islaamiga oo aan doonayno waa midda weeyaan ma midda kitaabkan hadda ku qoran ee ah naftaa in loo dilo nafay naf ma tahay in loo dilo waayo ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku yiri walaqad karamnaa bani aadama bani aadam koodan waan karaamayna marka bani aadam naftiisa oo la gooyaa waa in qofkani waa karaan u go'aa laakiin ma middan baa kitaabka sidaa ilaahay noogu amray mise waa kuwa kale ee sheegaya in nafuhu kala qaarisan yihiin kala fac yihiin kala jinsi yihiin oo nafu ay nus tahay nafu naf kaamil tahay nafuna dhexdhex tahay nafuna ziira tahay oo sheegaysa nafu inay boqolley tahay miduna kontonley tahay miduna wax ka soo qaad lahayn damu hadur yahay dhiigkiisa waa sarabta u isticmaal aan sii bayaaniya inaan isu kala saarno nafta naageed iyo nafta nineed iyo nafta naf adoon iyo naf maxaata dhimmi mid magan ku jira iyo naf kaafir iyo naf heblow inaan u kala saarno laba boqol oo nafood inaan nafta ilaahay nafay naf ma tahay uu yiri inaan labaatan nafood u kala saarno tee weeye haddaba taa laftigeeda aan u kala saarno ma xumee culummadii hore iyo kuwii shareecada markaas dadka tafsiirka siisan sameeyey mid uun ma isku raaceen oo ma yidhaahdeen sidan baa marka aan kulligeen ba isku raacnay oo halkaa wax ijmaaca la dhaho oo run ahaantii lagu doodi karo maba jiro ijmaac maba dhicinba weligiis lagu doodayo oo hadda xaqiiqo ah ilaan qof noolaa qarnigii labaad iyo qof noolaa qarnigii tobnaad ismayna arag maxay iskaga wax iskuga raaci karaan shirna ma qaadana ma shareecada ma middan uu ilaahay kitaabkaas noogu sheegay ee nafay naf u go-ay tahay ilayna il u baxa ay tahay miyaa mise waa middan odhanaysaa dadkii isku mid ma ahan qaar baa nasab ah qaar baa nasab dhimad ah hadda shareecada macnaha waxay ku qoran tahay kutubta badanaa madaahibta badankoodu way qorayaan in dadku kala nasab sareeyo oo sidaas darteed baa qaar waad ogtihiin soomaaliya oo dhan ay maanta ku sheegataa inay u nasab sheegato in nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa haatay farkiisa ku yimaadeen qaarkoodna abubakar qaarkoodna cuhmaan iyo cali sidaa ku kala yimaadeen waxa ku kalifay waa waxa weeyaan iskala dabaqayntaas meesha bini aadam bini aadam ma tahay ay ka tahay wixii xisaab ahna ay xagga alle ay u kala baxayaan oo hadhow qofka ugu wanaagsan ilaahay uu garanayo sida uu ku xisaabinayaan oo uu ogyahay halkaa aniga marka aan waxaan ku soo xirayaa qaybta ahayd ishe ayaanu ka qaadanaynaa shareeca alislaamiya hadda oo marka maarata soomaali aanu qasrigan joogno halkee baa master noo ah shareeca alislaamiya ma waxa kitaabkan qur-aanka ku qoran baa sharci noo ah mise waxa labaatan kitaab oo kaleeto oo iswada haysta oo iswada khilaafsan ku kala qoran oo aanan ku heshiin karaynin kuwii horen aysan ku heshiin kuwa haddana ku heshiin karaynin baa noo kitaab ah mise waxbaan isku malmaloogaynaa iyadoo oo wixiina wax cad yihiin oo kitaabkan ku qoran yihiin intaas anigoo halkaa idinkugu joojinaya ayaan dibna waxaan qaybta saddexaad ja idinkugu sii tixi doonaa qayb kaleeto oo ka mid ah goorma ayaanu shareec alislaamiya isku xukumna may aan ka horreysiiyo sidee halkee baanu ka bilaabaynaa shareec alislaamiya taa aan ku xujiyo waxaan ku xujinayaa halkee baanu ka bilaabaynaa shareec alislaamiya